السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله رب العالمين، الإنسان اللي بيبقى مسحور وعارف نفسه إن هو بيبقى مسحور، عندنا سورة في القرآن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول عنها: خذ من القرآن ما شئت لما شئت. ويقول عن سورة ياسين: سورة ياسين لما قرأت له. بأي نية قرأت سورة ياسين ربنا بيحققها لك. أنا واحد عنده سحر أو عنده مس أو عنده جن أو عنده حسد، يتابع سورة ياسين قراءة يوميا 7 مرات على مية، ويشربها لمدة 7 أيام، كل يوم يقراها 7 مرات على مية لمدة 7 أيام، وكل ما يقرأ السورة في السورة كلمة مبين، كلمة مبين دي يقف عندها ويبطل قراية ويبدأ يدعي ويكون على وضوء ويكون مصلي ركعتين قبليها، ويكون ماشي حاطط قدام منه إزازة مية منزوعة الغطاء أو دورق أو شفشق في مية. ليه؟ المية دي عشان بعد ما يخلص قراية يشرب منها هو وأولاده وأهل بيته والناس اللي محتاجه، لو حب يبخ جسمه بيها الحمد لله ربنا العالمين فضلها على بخ الجسم بالمية بتاعت سورة ياسين دي، بتحرق الجن أو المس اللي على الجلد، ولما بيشرب منها بتحرق السحر اللي في المعدة، بتطلع السحر الداخلي. ففضل سورة ياسين فضل كبير جدا جدا جدا. أول حاجة تقراها لمدة 7 أيام 7 مرات كل يوم على ازازة مية او على درق مية او على لترين مية او في الكولمان اللي انت بتشرب منه، وايش واقرا سورة ياسين. بعد ال7 ايام هتبدا تقراها 3 مرات بدل السبع، بدل 7 مرات لمدة 7 ايام تاني، بعد كده كل يوم مرة واحدة، وعود نفسك عليها. واحد يقول لي انا جه الشيخ قرا عليا وطلع الجن وبعد كده جاني تاني، ما هو ان انت اهبلت في علاج نفسك، واظب على نفسك. سورة ياسين دي سلاح معاك، اقراها يوميا، قوية جدا قوية جدا، وبتطلع كل شيء من الجلد ومن الجسم، من حسد، من سحر، من مس، من جن، من شياطين، من اي شيء في البيت بتنظفه. فضل ربنا علينا، الاول كنت بنقراها 7 مرات، النهارده بنقراها مره واحده على المريض وبيشفى، وبنجيب السحر اللي موجود في الارض، مدفون في الارض في التراب او مدفون في او على شجر او في حجر او في صخور او في قبور او في اي او في بحور او في انهار، وبنقراها وبيها بنفك السحر اللي على النجم في السماء بفضل ربنا علي، وبنقراها وبنجيب السحر اللي على الميه، اللي في الميه كان على سمك او على قرموط او على اي شيء او على حوت او اي حاجه. بفضلك سوره ياسين وفضل ربنا علينا بنفك السحر اللي موجود في المعده والسحر اللي موجود في الرحم. ساعات بيبقى المس او الجن بيكلمني في الرحم، بقى اول امبارح بنقرا على واحده 3 ساكنين في الرحم بتاعها، 3 وكلموني 3 كل واحد بلسانه. عرضت عليهم الاسلام، بيمهوهوا عليا وعايزين يتدلعوا معايا وعايزين يضحكوا ويفكروا نفسنا انا مش فاهم الكلام، والشهد ونطعوا الشهاده وكل حاجه 3، وفضل ربنا عليا فهمتهم ان هم كذابين وحرقتهم بصوره فضل سوره ياسين عليا. كل ما تقرا سوره ياسين عند كلمه مبين، هتقابلك في الايه كلمه مبين، في اول صفحه في كلمه مبين في الاخر، وفي ثاني صفحه هتقابلك مرتين، وفي ثالث صفحه هتقابلك مره، وفي رابع صفحه هتقابلك مره، وفي خامس صفحه هتقابلك مره. سوره ياسين افضلها كبيره 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 كبيره. كل كلمه مبين ادعي باللي انت عايزه، باللي انت عايزه، قول اللي انت عايزه، ادعي ربنا كده، تكون بتفضي، مصلي ركعتين، بتقرا السوره. لو انت فلاح وعندك مواشي، اسقي من الميه بتاعت سوسين ما شاء المواشي بتاعتك، ورش عليهم ميه بالراحه كده، وقول بسم الله الاكبر، هي تبعد الحسد عن مواشيك وعن حاجتك وعن بيتك وعن اولادك، وبتبعد السحر وبتحرق الجن. ادعي وقول، اطلب من ربنا، بالدعاء يطلع من لسانك. ويا سلام لو ربنا اكرمك وحفظت، بسم الله، اللهم بحق سوره ياسين، وبحق من انزلها اللي انزلها هو الله، وبحق من نزل بها اللي هو سيدنا جبريل، وبحق من انزلت عليه اللي هو سيدنا محمد، وبفضل او بحق اياتها وكلماتها وحروفها ونقطها واسرارها التي نعلمها واسرارها التي لا يعلمها الا الله، وبحق من حفظها وتعلمها من المسلمين والمؤمنين، وبحق قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن ياسين: ياسين مقرف له، فاللهم من يقراه بنيه كذا كذا كذا، ورص اللي انت عايزه، وما تبخلش على نفسك، وما تقولش ما فيش وقت، انت بتضيع وقتك قدام التلفزيون، بتضيعه على القهوه، بتضيعه في حته، ضيعه مع فضل ربنا، مع كلام ربنا، ضيعه مع سوره ياسين. سوره ياسين عظيمه 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 وجليله، كل ما بتقراها كتير الملائكه بتاعت السوره بتصاحبك، بتحبك، بتجيلك، عايز تصحى تصلي بيقوموك تصلي، عايز حاجه تطلبها من ربنا مجرد ما تفكر فيها بيجيبوها لك، لانهم معاك، الملائكه منزلينك على طول. ملائكه سوره ياسين طالما بتقراها كتير بيتعودوا عليك، زي بالظبط كده انت بتصاحب واحد اول مره تعرفه، بتبقى كاش منه وكاش منك، سلمتوا على بعض بس، بعد كده قعدتوا مع بعض قعده، بعد كده اكلتوا مع بعض، بعد كده بقيتوا اصحاب. هي الملائكه بتعمل معاك كده، بتصاحبك. كل ما تقرا سوره
لان كل سوره في القران وكل ايه في القران لها ملائكه بتصاحبك الملائكه، بتطلب من ربنا سبحانه وتعالى بيديك، لان الملائكه دي بتبقى ربنا سبحانه وتعالى بيخليها تساعدك وتعاونك في اللي انت عايزه. تكون على وضوء مصلي ركعتين وتقعد على سوره ياسين قدام منك ميه وتقرا، ما تيأس، ما تزعلش، ما تخافش، ما تخافش، ما تخافش خالص. في بدايه شغلي كنت بنضرب ومخبط وبرزم مع المريض، دلوقتي مفيش لا ضرب وعلى التليفون، ونجيبهم قدام مني وبتكتفوا وتسلسلوا وتذبحوا. اي جن اي بس اي جن اي شيء بيأذي الانسان بفضل ربنا سوره ياسين بتقضي عليه بفضل ربنا. وطبعا بتقرا وبتدعي ربنا، لان الفضل كله لله سبحانه وتعالى. باذن الله الذي اذن سيدنا عيسى ابن مريم ان يحيي الموتى باذنه ويبرئ لك ما هو الابرص باذنه، يبرئ الانسان اللي هو عليه السحر والجن باذنه برضه باذن الله. ما تطلبش من حد حاجه، ما تطلبش لا من شيخ ولا من عراف ولا من ولا عسل ولا زيت ولا زيتون ولا الكلام الفاضي، هات لنا الصوره بالميه بس، وترش تقراها على مي وتقراها على ميه ورش بيتك كله علشان تطهر البيت من ايه؟ من الهوام والعوار اللي بتعرضك في البيت. اقراها وحط شويه ميه في ملح ورش الارضيه بتاعت البيت، بس ما تحطش سوره ياسين في الارضيه. الملح بميه بالملح بس، ملح خشن دوبه ورش البيت مع سوره ياسين. كل اللي بيتحرق اللي في البيت المرشوش في الارض والمدفون في الارض واللي محطوط في اي حته بتطهر البيت، لان الملح مع السوره بيحرق الجن. الملح مع السوره بيحرق الجن. الملح تحت في الارضيه بالميه مرشوشه والسوره على الجدران بالميه مرشوشه برضه، الميه انت قريت عليها وجرب وشوف وهتلاقي كل حاجه وحشه. جوزك زوجك تعبان معاك وزعلان بزعلك، اقرا الصوره بنيه الميه وخليه يشرب منها من غير ما يعرف. الست بتاعتك مزعلاك في زعل بينكم في شحناء، اقرا الصوره وخليه يشربوا منها كلكم. قدره ربنا سبحانه وتعالى بفضل هذه الصوره بتلطف الاجواء وبتريح النفس وبتهدي الضمير وبتهدي القلب وتهدي اعصابك وبتخليك زي الفل. بس اقرا سوره ياسين وواظب عليها، ما تقطعش، لان العمل القليل الدائم خير احب الى الله من الكثير المنقطع. ما تقراش كتير انك تقطع، لا والله، حتى لو ايه في المواصلات اقراها، في بالتكرار هتحفظها، في المواصلات اقراها، اكتبها فرق معاك وشيلها، في المواصلات اقراها، في اي حته اقراها، وانت قاعد وانت في اي مكان اقراها، عايز تنام اقراها، كلها خير ليك، كلها خير ليك، ومش هتكلفك حاجه غير انك انت هتقرا شويه قران 83 ايه، 83 آية معاك 83 مدفع تدافع بيهم عن نفسك وعن بيتك من سحر، من حسد، من مس، من وجع، من قلق، من أي شيء. اطلب اللي أنت عايزه. واحدة بنت عانس ما بتتجوزش، بيجوا العرسان ما بيخطبوهاش وبتمشي، أو عايزين يخطبوها بره وفي البيت، لا، اقرا الصورة ورش في البيت، رش على الجدران، واقرا الصورة كتير واطلبي من ربنا عند كل كلمة مبين. وناس كتيرة جربوها وبيتصلوا علي بيشكروني على هذا النعيم اللي ربنا أنعم عليهم بيه، وهذا الفضل ربنا تفضل عليهم بيه.